مر من فايز مصور صحفي من فلسطين عايش في مدينة غزة. كنت مصور فيديو بعد إصابتي في أواخر عام 2008. أصبت خلال الحرب. بعد ذلك حرب 2008-2009 بدأت أصور مصور فوتو. غيرت يعني التصوير إلى مصور فوتو، وأنا أعمل مع العديد من الوكالات كمصور فريلانس، وأحاول أن أنشر قضية فلسطين وأن أنقل الصورة الحقيقية التي تحاول إسرائيل منعها من الخروج للعالم، وتحاول قتل الصحفيين. أنا أحاول نقلها حقيقية للعالم ليشاهد هذا العالم. كثير من صوري انتشرت على الصحف العالمية مثل تايم والجاردن والإنديبستريت والإنديبندنت، فدائما أحاول أن أصل للناس حتى في الحديث إليهم من خلال عملي ومن خلال إرادة كان صحفيين. استهدفت مكاتبنا، استهدفنا نحن، واستشهد منا العديد، أسر منا العديد، إلا أننا نحاول أن نعود من جديد لنقل الصورة للعالم. وأتمنى أن العالم يشاهد الصورة الحقيقية التي ننقلها ولا يلتفت للرواية الإسرائيلية، لأن الرواية الإسرائيلية دائما مغايرة للحقيقة.